طيب. سامحني سامحني كان وخرت عليك. كنت من بدر في المال العصفور. اي 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 خسارة خسارة خسارة. وكان ولد عمي جا حيرك مدشوني راك مدشوني. ولد عمي ولد عمي اللي ما يعرفوش ولد عمي اللي ما يعرفوش كان انسان مغروم مغروم كان مغروم مغروم ولد عمي بحقوق الانسان حتى تقول يزي ولد عمي. مغروم ياسر بعد هذا الوقت يجي لهم ويقول لها يابا شوف انا اللي فشل فيه بابا انا بقدرة السميع العليم نقول لهم يزي يا ولدي يزي يا ولدي حرام راهو بوك راهو راهو بوك بوك كان مضرب الامثال في الديمقراطيه بوك كان انسان مشهور فاضل عن المجتمع. قول لها انا سكت يعني انا سكت بابا الله يرحمه ولا يعرف ما قلتش لا ديمقراطيه ديمقراطيه ما توا يا ماما راهو ديمقراطيه أنتيك يا ولاد فتح كيفها توا توا مدربك يا ماما على حقوق الإنسان مالها سبيسياليتي جديدة هذه وعندي صحابي قاعدين يصوروا منها في الذهب. ولد عمي آفة محيطة في حقوق الإنسان هو يريده في حقوق الإنسان بركو هو مغروم بجميع ما من حقوق حقوق المسامر المسدة حقوق المناظر المقندة حقوق الزيوس الواطية أعطيه الحقوق والسيف والنغار الحقوق هو النغار ما يحبش يكون يمثل حقوق بنبه على مرته مرته بالدار مسكنا قال يا باهي دوبها دوب روحها كسكي بالمنان يبغي شو يقول أخونا شو يا مرأة مثلي كل شيء ألعب لي كل شيء بربش لي كل شيء ما تبرمليش حقوق إنسان أي أي هي مرته باهية عاقلة بالدار أنا أمام مبلية بحب الاطلاع. أبوك تراحش تحب تطلع عليها. علاش مش نهار وهو مدغور في المقصورة يكمل في كتابه حقوق الإنسان من القرد إلى بوهريان. وهي حبت تترف له بحقوق إنسانه وتمسهم له بترتش صوابعها. فطن بيها من بصماتها. شد عمل في عذابها صنع قاعدها على دبوسها قلعلها ظافرها عدلها التريسيتي في القبو ذريها عمل فيها عمل فيها قال شو انا بات عليك من الاول قلت لك يا امراه في حقوق الانسان انسان هي ما يبدار في التشكيل لما ليها قالت لها امراه وعمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل لي قالوا لها باهي مثال باهي لك نهار اخر الحقوق إنسان. ولد عمي ولد عمي خسرناه خسرناه البلاد الكل خسرت. على على تشهر في العالم اسمع مشهور ولد عمي. على ما هو مشهور عرف مرة نهار الإسرائيليين حبوا يجيو يخطفوه. مشاو كانوا لواج عادي من 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 من, من, من فياسا وشراوا الكزاورة متاع النمر هذيك أبوه قداش من دينار وحبوا يلفوه فيها ويهربوه الإسرائيليين. قال لك حابوا يفسر لهم شنية هذه بالضبط حقوق الفلسطينيين دو ما فهموها. أما هو متحام فهمها الحكاية مليح 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 فهمها. وقافة راهو قافة ما فهمت ما تفوت عليه ما يفوت عليه حتى حق. وكون روحهم روحهم. ما كونوا حد. وقف مع حد. ما خذا حتى من حتى حقوق. واحد. دار السند والهند واحد. يبرمش يبرمش يبرمش. احقق الحق. في السند عمه. في الهند تبود عليه شوية في حللنا هذه في تراب شم شم شممنا هذه في مخورنا هذه عملوا فيه حتى وصل المسكين ويخرج في الظلام في الليل يفركس يقتل الزبلة يلقاه شي حق ملوح ولا مات تمالي أبلغ بالوقت يهزه يبوسه يمسح على كم سوريته ويحطه هكا في يلفه في مني دلات مني دلات عملوا تونه مرته قبل ما يمشي ما مسافر ما هي بنت دار سيكنا بتاع طريزة وقرقات خاطيها هذا شهرت الحكايه شهرت شهرت منيح منيح على ما تشهرت قالك حتى ثم واحد في افريقيا الجنوبيه نلسن ولا شو بعث له حتى بعث لك على منديله اي 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 ولد عمي ولد عمي ولد عمي ولد عمي اللي ما يعرفوش ولد عمي سخطه نتاع حقوق الانسان ولد عمي وشوف ولد عمي راهو اول واحد اختراع هو اللي اخترع فكره حقوق الانسان المقرصه ها عود اول واحد يجب عليك يقول شو عمل هو مو بعد ما لمك الحقوق كله روح لبلاده
جاء صفرهم قدامه هكاك الحقوق ونظمهم حسب الترتيب الأبجدي من الألف حتى للخاء حطهم قدامه وبعد عملنا كخذار قريتسات قريتسات عملهم كذا متاع القلوب هذاك وحطوا وعباهم بالحمص والزبيب عباهم ستفهم بحمص وزبيب حمص وزبيب حمص وزبيب وسكرهم خذا كريزنا متاع بشكوته من عند العطار فارغة وهذاك قريتسات قريتساتك في جراج بوه غادي وحل الباب وقال ها هوكا يا ماما اللي يتعدى ياخو قريتس مقابل سعر رمزي ليس إلي هكا كنكون قالها أنا جمعت بين الثقافة والترفيه حقيقة لي حلوة ياس حلوة صور منها خيرة ربي الفكرة هذه هو في طمكو هو في طمكو هو طالع في طمكو في حقوق الإنسان وتصير مصيبة المصيبة اللي ترزينا في شعب كده هو شو اللي صار هو نهار جاء لمرته قالها يا مرأة عن الألفية بتاع حقوق الإنسان نحبك عندي شوية ضيفان باش نحتفلوا بيهم نحب شوية هكا تقريبنا شوية نبطن ما يبدع هي بتاع مقلية نبطن ودوب هذه الواحد حصلوا حاطت شيء القلاوب للتقليق عاد يوسع في باله هو بسيبته يحب توسيع البال هيا حش عم اخذاك القريصات وديع بي فيهم حمص وزبيب حمص وزبيب حمص وزبيب حليت قدامه حمصة هكا مكركة تعمل الكيف هزها صفها سكي صفها طف تلت رحب بس طف فالترو فالترو هاوك كيفاش بعد هكا كل جماعة اللي الحسادة متاعو مالا بالطبيعة كيسمعوا بيه اش قالك هاوك فلان مات بالحمصة ما هو صحيح ما ماتش عود عمي بالحمصة لحقوق الإنسان ما ماتش مات بالحمصة بالحمصة الله يرحمك يا ولد عمي الله يرحمك برا عاد توا شوف توا هذا شلون في زمها تجيب واحد كيف وسقط في حقوق الانسان هكا وكان ولد عمي قعد حي الله ما قعد حي ما قعد حد حي في حقوق الله يرحمك يا ولد عمي الله يرحمك الله يرحمك يا ولد عمي